أكدت خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ريهام دياب، أكدت على أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيتم إنشاؤه بشكل يحقق طفرة في القطاع التعليمي. جاء ذلك على هامش انعقاد لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. الحقيقه النهارده دي الجلسه الثانيه اللي بيتم فيها مناقشه مشروع القانون الخاص بانشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، والحقيقه ان ده بيدل على حرص اللجنه يعني تعمل جلستين بتناقش نفس المشروع، بتدي فرصه كبيره لكل الموجودين ان هم يعبروا عن وجهه نظرهم في المشروع، ايه التعديلات اللي ممكن يقترحوها، فده كله للخروج بافضل صوره للمشروع. طبعا المشروع تم ارساله من سيد رئيس الجمهوريه لمناقشته في الحوار الوطني، ده بيدي ثقه للحوار الوطني وطبعا مسؤوليه كبيره على الحوار ان هو يخرج المشروع بافضل صوره ممكنه بحيث نحقق المطلوب من المشروع القانوني.